دا سيلفا في الانطلاقة، دا سيلفا في المرور، المحاولة والكرة لا زالت هدف أول. الأول يسجل دا سيلفا أو يمرر دا سيلفا، وبعد ذلك تمريرة، وبعد ذلك متابعة من فيتور. فيتور يسجل الهدف الأول، فيتور يأتي بهدف التقدم بعد تمريرة مثالية من جانب دا سيلفا ومتابعة من فيتور. الكرة الماضية كانت من دا سيلفا إلى فيتور، نظرة ممتازة من فيتور، وبعد ذلك متابعة مثالية أيضا اللي كانت حاضرة من جانب فيتور اللي استلم الكرة الماضية وراوغ حارس المرمى وتقدم في الكرة الماضية وسجل الهدف الأول أو نهيان العبدولي اللي مرر في الكرة الأخيرة. تعود المحاولة، دا سيلفا يحاول في أن يمر بكرته، انطلاقة لا زالت متابعة. هدف الانتصار لجبل الحصن، هدف التقدم مرة أخرى. الحصناوي يتقدم ويضرب، بالهدف الثاني. نعم، بعد تمريرة أيضاً كانت من دا سيلفا، والمتابعة اللي كانت حاضرة، التمريرة اللي كانت من دا سيلفا، بعد محاولات كانت موجودة، بعد فرص كانت حاضرة. لذلك نشاهد الهدف الثاني ونشاهد تألق طارق أحمد اللي يسجل حضورها الممتاز، مرت على يسار حارس مرمى الحارس طارش القايدي بهذه النظرة، والكرة اللي كانت فيها تركيز كبير من جانب طارق أحمد اللي صوب بقدمه اليمنى.